أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورت بقرہ کی آیت نمبر 235 پڑھیں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ فِيمَا عَرَّضْتُمْ به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم. اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو، آپ نے ہمارے نوانی کا نہیں پڑھا، آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، یہ اوپر آئی سائڈ پہ آئی کارڈ کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ نوانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. علم الله أنكم ستذكرونهن ستذكرونهن ولكن لتواعدوهن ولكن لتواعدوهن سِرًّا إِلَّا أَن سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ حتى يبلغ الكتاب عجلا واعلموا أن الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله واعلموا أن الله غفور حليم غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم.
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखेगा बहुत सा ध्यान और मुझे रखेगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।